قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لاميا ونتعرف منها على اخبار الشوارع في ساعات الصباح الاولى. معروف طبعا ان الاربعاء والخميس في القاهره ومعظم محافظات الجمهوريه بيكون زحمه، لكن خلينا نشوف المرور عامل ايه النهارده. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبداها بالقاهره وبالتحديد من نفق الازهر اللي في انتظام في الحركه المروريه وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. بتظهر كثافات مروريه اعلى إدائية منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب ورايح للأوتوستراد والتجمع. كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع برضو للي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع محافظة الجيزة. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية نسبية. كمان في كثافات تانية ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ولو رحنا لمحور صفت بيشهد كمان كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة. القادم كمان من أكتوبر لمنطقة المهندسين وسط البلد بياخد باله إن الطريق الدائري مغلق حركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه للمحور، وكمان في غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بيتسبب في بعض الكثافات المرورية. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق. اما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. كمان هنلاقي في سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. هنروح لحد سوهاج وهنبدأ من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان نشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات نسبية وكثافات نسبية تانية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.